الركنية واستغلال القامة الفيرة لأليكس فيلكنسون وترينت سانسبوري. كرة بالرأس تمر عبر الكل. إصابة لأحد اللاعبين الصينيين. جول 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 للتيم كيل. المنتخب الأسترالي يسجل ولا يبالي بعذاب التنين. تركيبة أسترالية أمام جماهيرها القوية تأخذ الآن أجمل أسبقية. الكنجر يسحر والتنين يتعذب بكل الأنين. مشاهدينا متابعينا، ميقاسية ازدواجية ورغم إصابة أحد اللاعبين الصينيين ربما كان على الحكم وأنه يوقف اللاعب قبل هذه العملية الهجومية. وتيم كيل هدف الهدفين جلاد الجلاد.